السلام عليكم. به مازلنا في الشابيتر الاول نتاع البي اي. البارتي الثاني الفيديو هذايا باش نحكي فيهم على لي فيلتر، ومانيش باش نستعمل الدوكيومون هذا اللي قرينا منه المره الاخرى تريتي لي فلو دو تيكس على دي فيلتر، مانيش باش نستعمله هو كسيبور. عندي دوكيومون اخر تحفون ياسر في السيت، تمشي للكور سيستيم ديكسبلوطاسيون، تمشي للتي بي البلايص اللي فيها تي بي، وتلوج على شابيتر اسمه فيلتر وتليشارجيه تي بي نيميرو 8. هلا نخدم البي دي اف اللي هبطته. فوالا، هذا بصراحة خير ياسر من الآخر افيك دي زيكزامبل اتسيتيرا. حتى الآخر فيه دي زيكزامبل، اما هذا بيان ارغومونتي كو لوتر. باهي، اول حاجه نحب نشوفوا مع بعضنا الساعه شو معناها فلتر. سي كوا لي فلتر دي فلو دو تيكست؟ الور الفلتر دون فاسون جينيرال، كي نقولوا فلتر في حتى في حياتنا العاديه، الفلتر حاجه موجوده تدخل لها اونتري باش تفلتر لك لونتري نتاعك، باش تطيش حاجات ما حاجتكش بها، وباش تخرج لك سورتي، كيما فلتر نتاع الماء وكيما فلتر نتاع الزيت وكيما لي فلتر اللي تعرفوه مفلتر الهواء اتسيتيرا. دخل هواء مسخ، تشد لي بارتيكول نتاع الوسخ في الفلتر وتعدي لك هواء نظيف. جينيرالمون هذه لي دي جينيرال نتاع الفلتر، وحتى هي هذه زاد كل سيرا ابليكي في الفيديو هذيا. اما بالنسبه لنا احنا كاسكون فا فيلتري، اون فا فيلتري دو تيكست، يعني باش نلقاو ان فلو دو تيكست جاي من الكلافيي ولا جاي من فيشي تيكست ولا ما يهمنيش فيه لونتري منين، يتعدى على ان فيلتر اللي هو ستون كوموند لونيكس جينيرالمون، وتخرج لك كل حاجه اللي حاجتك بها، والاخر ما تخرجولكش على ليكرون، وهذاك يتسمى لي ريزيدو ولا الحاجه اللي وقعت اللي وقع لهم الفلتراج. باهي، هذه دون فاسون جينيرال شنو لي فلتر. وفما لي فلتر سامبل، وفما دي فلتر تنشوفوهم لي فلتر كومبلكس. باهي، الور بالنسبه لي فلتر سامبل فما بليزيور. بدالك هنا كاي بالكوموند مور، كاسك الفي لا كوموند مور لهنا. الكوموند مور كيبدا عندك ان فيشي تكست طويل معناها اللونغور نتاعو اكثر من كبر نتاع ليكرون، ولو كان باش تقراه، لو كان باش تكتب لا كوموند كات سامبلومون، تعمل كات لا كوموند كات اونتري، ماكش باش ترى الفوقاني، ماكش باش ترى البارتي نتاع الفيشي الفوقانيه، باش ترى كان 80 سطر الاخراني، خاطر جينيرالمون ليكرون يهزك 80 سطر اون مود كوموند. هذا في المود العادي بالطبيعه، لو كانك عامل زوم ولا حاجه زاد تهزك حتى اقل. كيفاش لانسي اون كوموند؟ طفيشي لي الفيشي هذا باج بار باج ولا ليني بار ليني. فما لا كوموند مور وفما لا كوموند ليس، هذوما اشهر لي دو كوموند كي افيش ان فيشي سو فورم دو باج. تقول لي هناك وين نوسيون دو فلتر؟ بيان سور فما فلتر، عندك هناك فيشي فيه 120 سطر والليكرون تاعك ميهز كان 80. لا كوموند مور او بيان لا كوموند ليس، اش تعمل على الكروم؟ تخرج لك كان 80 برك، وال 40 سطر الاخرين يلزمك انت تنزل على الاونتري باش تنحي لك ال 80 هذوما وطفي يشيل لك ال 40 الاخرين. معناها المره الاولى نحات لك 40 سطر من الفيشي، ان با فيشي معناها الكونتوني نتاعو على الكروم. وذاك النوسيون نتاع الفلتراج، اي كوموند راهي توريك كان حاجه اللي حاجتك بها انت وتخبي عليك معلومات اخرين تتسمى فلتر. داكور، نجربوا لا كوموند مور. بون هنا كي حليت اليونيكس بالطبيعه. باه، نكبر شويه في الافيشاج. الو، باش نحل ان فيشي، باش نحل ان فيشي باش نكتب فيه ارقام. باهي، جوست نعمل بوز لي نكمل.
اللي نكمل للينيا الكل. ولا عملت فيه شيء، كتبت فيه 100 ستر من 1 حتى 100. نسجل بيان سور كنترول وي الوغ كنترول اكس. ما كتبتش اسم الفيشي. لا غلط، باش نعاود نكتبهم. ولا عندي طريقة أخرى أسهل، نحل في شيء إكسل، نعمل هكا في الإكسل، جست نعطيه فكرة لا أني نحب نعمل انكريمونتاسيون، نوصل حتى ل100. فوالا، نعمل كوبيي ونهزها لليونيكس. فوالا، من 1 حتى 100. هاي كنترول اكس. تو عندي فيشي اسمه اف ان. الغلطه اللي غلطتها المره الاولى ما كتبتش، كتبت نانو ما عطيتش اسم الفيشي. باهي، الور تو راني عامل زوم باش نشوفه. كي نقول له كات اف ان شو مش عطيني، شو عطاني يا جماعه؟ من ستر 71 لستر 100، ولا قبل ال 71 الكل كام مراش. تقول انت مسوما هو عامل لك هز بالكورسور هذايا وتشوفه. اي هناك قاعد تخدم او مود جرافيك، اما انت لو كان جيت تخدم او مود سونسوري ما يوريكش، ما يعطيكش السوري، ما فماش السوري باش تطلع بها. الور الحل شنو؟ الحل في الكوموند مور، والمور هذه عندها دي زوبسيون تنجم تعمل. هي مور قلنا سون كوموند دو باجيناسيون، ومنها فيلتر زاد. الور اول حاجه تنجم تعمل مان مور بور افوار اون ايدي. اش قال لك لهنا؟ الور ولا تنجم تعمل مور موا وتكتب الدي وتكتب النومبر لهنا باش يعطيك قداش من سطر في كل باج. داكوردو، هذه مثلا برمي لوبسيون نتاع المور. بار اكزومبل مور موان 10 اسم الفيشي اف ان، شوف شاطان. باهي كي تنزل على اونتري باش يتعدى بسطر بسطر، تنزل على اسباس يعديك بالعشرة بالعشرة اللي انت اخترتها لهنا. ريتو 22 تو 32 اتسيتيرا، وتقرا الفيشي نتاعك اللي هو طويل ياسر في عقل عقلك. هذه الكوموند مور بار اكزومبل. فما الكوموند ليس اقوى منها شويه، ما حتى هي تعمل باجيناسيون. باهي الور هذه سون كوموند كي في لا باجيناسيون. وريتو المور لهنا، يعني هنا مور مهندس وعطيت اسم الفيشي. ودي تنشوفوها هذه سلاش، هذه شو معناها قبل ان كوموند؟ شو معناها هذه؟ شو معناها سلاش هذه؟ هذه معناها تحب تقول لليونيكس فما طريقه يا جماعه تتسمى لي تيوب اللي هي تخدم بالطريقه هذه. شوف في اليونيكس تنجم تعمل تكتب اسم الكوموند سي ام دي ا، سي اون كوموند الاولانيه تعطاها لي زوبسيون نتاعها، تعطاها كان عندها لي زارغومون نتاعها كيما شفنا سانتاك جينيرال نتاع اون كوموند يونيكس. ومن بعد الريزولتا شو نعنيو بها البارا هذيا؟ بربي معناها اكزيكوتي يا يونيكس الكوموند هذيا، والريزولتا ما تعطيهاليش على ليكرون، ما حاجيش على ليكرون، لا عداها للكوموند اللي بعدها، عداه للكوموند اللي من بعد. والكوموند اللي من بعد شنو تعطي؟ تعطي لي زوبسيون نتاعها، وتنجم ما تعطيش، اما ما تعطيش لي زارغومون. علاش؟ خاطر الكوموند هذه الفا سابليكي سور كوا؟ سور الريزولتا نتاع الكوموند الاولى. هاك علاش يتسمى تيوب هذا؟ نجم نصوره لكم بطريقه اخرى بالضبط. كنيش عملت هكا يا جماعه، كنيش جي اكزيكوتي لا كوموند سي ام دي ان، والريزولتا نتاع سي ام دي ان الريزولتا تعديت في وسط ان تيوب.
والريزولتا هذه والريزولتا اللي تعدات في التيوب هذه تتعدل الكوموند سي ام دو سي ام دي 2، وهي الفا سابليكي على لي زونتري هذوما. التيوب هذا اللي تراو فيه هي البار هذه، داكوردو. باه، شو معناها؟ معناها الكوموند اللي كنت نكتب فيها اني توا، نعمل انكلير الكوموند هذه، نجم نعملها بطريقه اخرى تساوي، هي نفسها كنيش كتبت كات اف ا افيشي اف ا، اما بربي ما تعطينيش الريزولتا على ليكرون، وعداها للكوموند مور افيك لوبسيون موان 10. وريتو لهنا كي ما نعطيش دي زارغيومون، خاطر لا كوموند مور لهنا باش تاخو لافيشاج اللي باش تردو هي باش تعملو باجيناسيون بال10 10 سطوره، منين باش تاخذو من الريزولتا نتاع الاف ا نتاع الكات اف ا، سامحوني، والكات اف ا هي باش تافيشي باش تافيشي الفيشي اف ا. الوغ نجمو نجربو اونتري باش تعطيك نفس الريزولتا. عملت كنترول سي بور سورتير. هذه الكوموند مور، لا كوموند تيل، لا كوموند تيل اش تعمل؟ تيل باللونجلي تيل هي لاريير، لا كو فيل معناها تيل على وزن ذيل ديجا. الوغ التيل تنجم تعطيك النومبر اللي تحبو انت نتاع نتاع الكاركترات نتاع فيشي ولا السطوره. كان تزيد سي لهنا في النومبر، بعد النومبر هذا تزيد سي تعطيك. طب بار اكزومبل هذه شو يقصدوا بيه؟ هذا الفيشي بوان سي اعطيني ال 15 كاركتير الاخراني نتاعو، وهذه شنو نقصدوا بها؟ الفيشي بوان سي اعطيني الاربع سطوره نتاعو. يا اما تكتب موان 4 ال ال بور دير لاين، والا تكتبش حتى شيء. كي ما تكتبش حتى شيء يفهمك اللي انت تقصد على السطوره. سهل ياسر، لا كومونتي ما فيها حتى شيء يا جماعه. باه نجربوا واحنا تيل، اعطيني الخمسه سطوره موان 5 ال نتاع الفيشي اف ا. باه قداش عطاني هنا؟ اها مسيو عطاك اربعه برك. هنقول لكم المشكله، المشكله في الفيشي اف ا فيه اونتري في الاخر، هذاك يحسبوا ستر، لذا يلزمني نجي بعد المية ونحي ستر الاخراني اللي موجود بعد المية. فوالا، ونسجل كنترول اكس. فوالا تو نكزيكوتي نفس الواحد نفس الستر، عطاني 199 و98 و97 و96 اللي هم يجيو 5، حتى كان نحي الآلة. باه، وين الفلتراج لهنا يا جماعة؟ الاف ان شنو فيه؟ هو الفلتر الاف ان فيه من 1%. ش خذيت اني خذيت الخمسه سطور الاخرانيين، هذاك يتسمى فلتر. نرجع للتصويره، شنو عندي يعني لهنا؟ عندي ان فيشي، عندي ان فيشي، عندي ان فيشي. شنو فيه الفيشي هذا؟ فيه 100 سطر. فيه 100 سطر. اي شنو خذيت انا؟ ما خذيت منه كان الخمسه الاخراني، والاخرين وين مشاو؟ مشاو في البوبال. داكوردو، تعدى الفيشي هذا الكل، تعدى على فلتر لهنا اسمه تيل افيك لوبسيون موان 5. اش خرج لي؟ خرج لي خمسه سطور اخرانيين، وبقيه الفيشي الكل ما خرجوليش. وذاك وهذا الا تفلتر، هذا اللي قعد لهنا وما شفتوش انت على الاكرون. داكوردو، باه باه امسو هذيا تيل، باه اعطيني الخمسة الكاركتيرات الاخرانيين لهنا باش تدخلوا بعضكم. تنقول لكم علاش، الور تقول لي انت الخمسة لهنا كيف جاو لهنا؟ الخمسة لهنا وين جاو؟ باه، اول حاجة لازمكم تعرفوا كي نمشيو للفيشي الساعة، انه بعد كل سطر فما اونتري. شو معناها؟ معناها هنا فما ا اونتري، دو اونتري. الاونتري ديجا يمثل ان كاركتير، ما يطراش داكوردو، اما يمثل ان كاركتير. باه باه، وفي اخر كل فيشي، هذه تابعة للانفورماتيك، كل في اخر كل فيشي فما ان فيشي سبيسيال اسمه اندو فايل، هذاك زاد ما يطراش. الور ش عندي يعني هنا؟ عندي اندو فايل،
ديجا كان فما كاركتير زايد ونحيته توا، كان عندي اندو فايل نحسبوه، لكن الابيض هذا يحسبوه واحد اثنين ثلاثة أربعة، والخمسة هو لونتري. الور شو كي تقول له افيشي لي خمسة كاركترات يكتب كلمية، كنترول اكس. الور يكتب كلمية، اما ريتو المياه ما كتبهاش لاصقة، فما حاجة مكتوبة لهنا اللي هي اونتري، او ما تفهموا اللي مردها موان سيس، هاتوش يكتب لك تسعة، تو تسعة اونتري او نحسبوها ماي، واحدة تسعة واللونتري اثنين ثلاثة أربعة خمسة. باهي، والسادسة شنو؟ السادسة هو الكاركتير اندو فايل، هذوما يوليو ستة. نحب التسعة وتسعين ألسا فيش كاملة ردها موان سات. باهي، كان نعمل مواويل باقي ما تظهرش في 98، علاش؟ باش تظهر لونتري، شوفوا تو 99 كيفاش باش تبعدوا برا. ريتو خاطر فما اونتري، كي نعمل موان نوف تظهر الويت نتاع 98 اتسيتيرا، وهذا باقي يتسمى فلتر. هذه الكوموند تيب فيت في، ماحناش باش نبطأ به. الكوموند هاد، الكوموند هاد اش تعمل؟ الكوموند هاد هي عكس الكوموند تيل، واجمع ذي راهو الدوكيمون قديم شويه، ما عادش فما البلوس في الهي في الهاد ولا التيل، ديما فما الموا ولا يخدموا بالموا. الور الهاد هي تعطيك لونتيت نتاع الفيشي، هاد موان 10 نعمل موان 5 موان 5 ال اسم الفيشي اف ا، باش تعطيك الخمسه سطوره الاولانيين نتاع الفيشي اف ا. وبالنسبه للال ما يلوجش على لونتري، اللينيا بالنسبه لي هو سي لينيا داكوردو. كيف كيف كي نعمل موان 5 به توا موان 5 سي، شو باش تفيشي الان واللونتري اثنين اضم زوز ثلاثة أربعة خمسة، باش تفيشي لك حتى للثلاثة معناها. هنا فيشاتها الثلاثة ذي فيشاتها ان دو تروا داكوردو. ديما كيما قلت لكم لونتري ستان كاركتير انفيزيبل، هذه الهات. باهي احنا مو قرينا تو، احنا الساعة قرينا تيوب باش نجمو نعملو كومبينيزون تر دو بروغرام، هات نفيشيو من 50 حتى لستين، كيفاش نعمل؟ نجم نعمل هيك تيل، عطيني الستين سطر الاخراني نتاع الفيشي اف ان، ولا تلقاه لا سامحوني الهاد نقصد هاد، عطيني الستين سطر الاولاني نتاع الاف ان، ولا تلقاه قص لي كان العشرة الاخرانيين السطور الاخرانيين. طب شوف يشيلك من 50 نورمالمون ل 60، ولا لحظه الساعه من واحد الى هذوك من 10، فوالا هذو من 10، من 51 حتى ل 60 فما 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. باه كان حاجتي الور من 50 نعمل هكا يولي من 50 حتى ل 60، وجي افيشي 11 ليني يتسمى هكاك داكوردو. الو ريتو كيفاش عملت كومبينيزون اونتر دو، شاطاتني الهاد هذيا، عطاتني هذي وحدها كي نخدمها باش تعطيني من واحد حتى ل 60، والريزولتا هذيك عديتها لتيل قصت لي ال 11 نستر الاخراني هكا ولا اقصوا لي دوكيمون فير. الو الهاد الاولى شاطات، عطات من واحد حتى ل 60، الريزولتا هذيك عديتها في تيوب وقلت لي قلت له قص لي ال 11 الاخرانيين، جاب لي من 50 حتى ل 60. باه نرجعوا للبي دي اف، هذه الهاد اش تعمل؟ لا كوموند تي، لا كوموند تي مش لازم نشوفوها، ما فيها حتى شيء هي، اما زايد لا كوموند تي الور اللي تكتبه في الكلافي الكلي كاي يلسفيش على الكروم ويتسجل في وسط ان فيشي. باه نجي للكوموند سورت، وبربي ديما نحب نعمل طلة على الدوكيومون هذا. الور الكات شفناها، التاكت نشوفوها. الور الور شفنا هنا الهيد والتيل، المور ما فماش هنا، ماشي. باه الور لا كوموند سورت
اش تعمل لك كوموند صورت هذا؟ لا كوموند صورت تعمل تري تو صورت، يعني تري. ولهنا يا جماعة باش نجم نعمل تي بي هذا، باش نصنع ان فيشي باش نسميه اجندا، نانو اجندا، وباش نحط فيه، باش ننقل فيه من الكونتوني هذا، ولا باش ننقل فيه الكونتوني هذا سيليكت، باش نهز هذا كوبي كوبي تكست، وباش نحطه لهنا. فوالا الفيشي هذا شنو فيه؟ فيه اسم عمر بطاقة التعريف والولاية، فيشي فيه بلوزور ليني، كل ليني فيه بلوزور شون، ولي شون سون سيباري بار دو بوان، الاسم العمر بطاقة التعريف والبلاد. باهي باش نسجل في الفيشي اجندا. تو باش نعمل سورت اجندا انتري التري نتاع الفيشي، وخلنا نفيشي وساع الفيشي الاصلي. الو احمد مهدي محمد سناء، هنيك ان ريان شونجي، ان ريان شونجي علاش؟ على خاطر الا بطبيعته هو اول واحد في الالفابي، ومن بعد كالي الام، ومن بعد الاس، والقي دو زام لهنا يتعدى للكاركتير الثاني، والاو في الالفابي قبل الاو، هكا علاش هنيك لا كوموند سورت ان ريان شونجي. وهنا نحب نحل قوس صغير على حكايه التري بالنسبه في الانفورماتيك. في الانفورماتيك كي تبدا عندي شان ا مكتوبه هكا مثلا ا بي سي، وشان اخرى مثلا او اف جي، كومون كومباري دو شان؟ يشد اول كاركتير يا جماعه ويكومباريه باول كاركتير، وفي الالفابي حافظين واحنا من ا، الو من ا حتى للزاد، هذا الالفابي نتاعنا. الكاركتير اللي يبدا اللي يجي قبل صاحبه يتسمى اكبر من صاحبه، يتسمى اصغر من صاحبه سامحوني، معناها الا اصغر من البي، والبي اصغر من السي، واكبر واحد فيهم هو الزاد. داكوردو باه، خاطر علاش هو يعمل التري بالكود اسكي؟ كان تسمعوا بيجي تسمعوش بيهم الكود اسكي نتاع الكاركتير اللي هما ديزونتيي في الاخر، والكود اسكي نتاع الا هو الكود اسكي نتاع البي موانزا، اقل من الكود نتاع الاسكي نتاع البي، اقل منه موانزا. به من الكاركتير الاول يحكم على الشان، الا اقل من الاو ما عادش يهمه في الشان هذه، حتى لو كان الشان هذه هكا كطولها ما عادش يهمه، الا اقل من او يقول لك الشان هذه اقل من الشان هذه، مش حكايه لونغور معناها. داكوردو به، الاشكاليه كي يلقى ا بي سي ويلقى شان اخرى ا او اف، ش يعمل؟ يكومباري الا هذه مع الا هذه، يلقاهم قد يتعدى يكومباري البي مع الاو، يلقى البي اقل من او، الور الشين هذه اصغر من الشين هذه. داكور باه، تو عندي اشكاليه، عندي اشكاليه في الا اللي راها هو كاونتي، والا اللي راها هو كشان، الان كرقم والان كشان. داكوردو الوغ لهنا عندنا اشكاليه، كي نعملو كومباريزون اونتر لي نومبر يلزمنا نقولو الكوموند سورت راك باش تكومباري زوز حاجات، اما كومباريهم على اساس انهم ديزونتيي، وهذه يلزم نردو بالها من ردو بالنا منها في الكوموند كات. باه كي نعمل سورت اونتري بار ديفو الصورة تاخو من الكلافي، قالت لي اكتب شو تحب، اكتب اوتو اني نعمل لك التري، باش نقول له ا بي سي اونتري، والشان الثانية مثلا ا او اف، ونعمل كنترول دي. باه شو كتب لي؟ قال لي الا بي سي اصغر من ا او اف، ريت كيفاش عاودهم لي؟ باه تقول لي مسيو تراها عمل العكس، اعطيه الا او اف قبل، بعد اعطيه الا بي سي قبل، واعمل كنترول دي،
انا ديما عاود لك قال لك راهو الاي بي سي اصغر من الاي او اف، عملهم لك التري تو معناها بار ديفو الصوره تراهي تاخذ من الكلافي، اما تنجم تعديلها في شيء كما عملنا لهنا عدينا لها في شيء. الور صوره عندها بليزور اوبسيون، من اهمهم الموان زير زاده سورت موان اير معناها ريفرس تري انفيرس، نعطيوها الفيشي اجندا نتاعنا ترى هو كي سنه ولات هي الاولى واحمد هو في الاخر. راهو التري لهنا كي عملوا كان على على الكاركتر الاول هذه بالنسبه لي هو شين كامله هذه وهذه شين كامله، الاس اكبر واحد واحنا عملنا خاطر انفيرس الو والام قد الزوز ومن بعد كري الا والام على جاب محمد قبل خاطر الاو اكبر من الاو داكوردو باه. راح نكملوا نتبع البي دي اف. الور سورت كارني ادريس الور السورت زاده عنده حاجه فوالا هاهم لي زوبسيون تاعها هذوما اهم لي زوبسيون مو ار اللي شفناها انفرس 3 مو ان كي يبدا التري نتاعك نوميريك لازمك تقول وراه نوميريك راه ماهوش شين دو كاركتير مو انتي اكس هناك كي يبدا فما سيباراتور معناها باش تقسم باش تقسم الشين نتاعك اون دي شون داكوردو باه. تقول لي انت شو معناها؟ شوف كي تعمل تري على الدوزيام شون كيفاش تكتب الدوزيام شون هناك مو عندنا رقم احنا ولا اك علاش عمل موان لهنا اك علاش موان موجود في الاوبسيون موان تي دو بوان شو معناها؟ ما تجمش تقول له اعمل لي تري على الشون 3 ولا الشون 2 من غير ما تقول له شنو هو السيباراتور دو شون. انت تراه بعينيك هنا دو بوان انت خاطر اتر اومان تنجم تفهم اللي هو ستان سيباراتور دو شون، اما الكوموند سورت ما تنجمش تفهم كو ستان سيباراتور دو شون الا ما تعطاها انت سيباراتور دو شون هنا دو بوان كان ينجم يكون ايطوال كان ينجم يكون سلاش. باهي بلوس 1 موان 2 يعني لو دوزيام شون. هذه يا جماعة شوفوها كأنهاش انترفال. نرجع لنا الور بلوس 1 وموان 2 لي بلوس شوفوها على اساس انهي انترفال اوفير والمواس ان انترفال فيرمي. كيفاش تكتب الور هذه؟ تكتب هك 1.2 ترى خذ لونتي الوحيد اللي ينتمي للانترفال هذا تلقاه 2 وهما عاملينها زاده باش كان لقيتكم كوا دو شون كيف كيف تعدل الشون الثالث خاطر تنجم تعمل بلوس 1 موان 2 بلوس 0 اتسيتيرا. باه الور كيفاش تقري بالعربي ذي؟ اعمل لي تري على الدوزيام شون كلمه دوزيام شون نعرفها بهنا في ال في ال في الفيشي هذا اللي احنا مسمينه اجندا اي وكيفاش يعرف دوزيام شون؟ لازمك تعطيه سيبراتور دو شون وبالنسبة ليا لهنا راهو ستانتري نيميريك خاطر دوزيام شون عندي رقم اللي هو يمثل العمر. ترى نكتبوها يا جماعة ونشوفوا كاسكي الفا دوني كوم ريزولتا سورت مانيش باش نعملها موا ان مانيش باش نعملها موا ان باش نبدل في شي اجندا ونقول لكم الواه سنة العمر 92 عام باش نردها 113 ونقول لكم الواه كنترول اكس وي انتري. الوغ باش نعمل سورت مانيش باش نكتب موان ان باش نقولو باش نعمل كان موان تي دو بوان سيباراتور بلوس ان موان دو معناها دوزيام شون والفيشي اجندا. باهي لهنا تو عمل لي تري من الصغير للكبير على العمر. كيفاش من الصغير للكبير؟ تو 113 باهي تو 13 29 75 مريقل مريقل. اما كيفاش عامل 113 اصغر عمر؟ خاطر قاعد يعمل كومباريزون على اساس انه شان ش كومبارا هو كومبارا الان والان هذه لقاهم قد تعدل دوزيام الان اصغر من ثلاثه الور الشان هذه مهما كان طولها اصغر من الشان هذه علاش؟ خاطر تعامل معاها على اساس اني شان والدو بالطبيعه من غير ما نحكي والدو والسات اكبر ديجا من الان علاش مطيشه من اللوطه. كي نزيد لوبسيون موا ان نحب نقول له الدوزيام شون هذاك اللي باش نعمل لي تري راهو عدد
تعامل معاها كعدد، ما تعملش معاها كشان. توا وليت ال 113 هي في الاخر داكوردو. كي نحبوا نزيدوا لانفيرس تعمل موائر، وكما قلنا المرة الأخرى نجمو نعملو هكا أصل وتخدم مريقلة، معناها لي زوبسيون نجمو نكومبينيزيوهم في كلمة واحدة. نرجعو سنة عمرها 92، جست حبينا نفهمو برا، كنترول إكس وي أونتري به هذايا تري به. هات نعملو تري على البلاد. مهدية شنو يجي؟ مهدية يجي كاتريام شون، معناها في الفيشيه هذا البلاد يجي له كاتريام شون. هات نعملو تري. الور سورت ديما كي نقول باش نقول على الشون يلزمني نعطي سيباراتور دو شون. شو معناها كاتريام شون؟ معناها بلوس 3 موان 4 فيشي اجندا. الور الام اقل من الاس، والاس والاس كيف كيف، هم الاف اقل من الاو، ومن بعد كي تجي في الالفابي يجي تي اخر واحد. هنا كي تري حسب شنو وقع حسب البلاد، تنجم تعمل تري على حسب بطاقة التعريف اتسيتيرا اتسيتيرا. داكور نتعدى هذه السورت ريتو لهنا كي هاي. كيفاش تقرا هذه تري بار اوردر الفابيتيك سور لو برومي كاركتير على الكاتريام شون، هذه بلوس 3 موان 4 كاتريام شون. بور لي فيل كي كومونس بار الميم كاركتير، هذه شو معناها؟ كي تحط بلوس 0 شو معناها؟ معناها كي لقيت الزوز نتاع الكاتريام نتاع زوز بلدان كيما ذي صفاقس وسوسة، معناها كي لقيتهم كيف كيف، اش تعمل ساعتها؟ لي تري فابورتي سور لو برينون. لو برينون معناها ارجع معناها تولي معاش تغزر للشون هذا، ولي اغزر للاول شان نتاعك. داكور لا كومونتير، لا كومونتير هذه كاسكال في هذه كومون تري انتريسونت. انا لا كومونتير قالك برمي دو كونفيرتير ان شان دو كاركتير اون اون اوتر دو تاي ايغال. المهم الشان اللي باش يكونفيرتي منها ولا باش يكونفيرتي لها يكون دو ميم لونغور. وعندها لوبسيون موان سي وموان دي وموان اس. باه تقول لي مسيو شو معناها هو لي فيلتر؟ ابار انه فيلتر ينجم معناها ابار انه ينقص لك لي دوني نتاع من فيشي ولا تقرا فيهم الكلافي ولا من فيشي، ينجم يبدل لك لي كاركتير. ينعم لي فيلتر يبدلوا لي كاركتير، اما يا جماعه راهم ما يمسوش الفيشي دوريجين. لتول في شي اجندا سا قد ما خدمنا دي تري وقد ما خدمنا دي سورت، اما راهو في شي اجندا الاصلي ما تمسش، جوست في الافيشاج وبر. كان تحب انت تخلي نسخه بعد التبديل تولي تجم تعمل هك سوبيريور وتكتب مثلا اف 2. لهنا شنو نحب نقولو اعمل لي تري على الكاتريام شون والريزولتا بربي ما تكتبهاليش على الاكرون، بربي شي يسجلها في فيشي اسمه اف 2 وتلقى الريزولتا نتاعك غادي، سينو يفيشي لك الريزولتا على الاكرون. لا كومون تيير كاسك الفي تيير يا جماعة، شوفوا شو باش نعمل توانية. تيير دو بوان اتوال اجندا سامحوني و تيير في بالي يا جماعة تاخوك هك يزمها انفريور. باه انفريور ربي خلينا نشوفوا الفيرسيون تاع تيير اللي عندي ساعة باش ما نعطيكمش معلومة غلطة. فوالا تطلب انفريور، خاطر تيير نورمالمون تقرا من الكلافي هنا كي يحب يقول له بربي لا نحب من فيشي اجندا، فما ياسر دي كوموند ما يستحقوش هذه، اما تيير بالذات لوبليج انك تعملها السيني هذا. ش عملت تو لهنا؟ قلت له وين تلقى دو بوان بدلها لي بإتوال. اما اسكو الفيشي اجندا الاصلي تبدل ولا ما تبدلش؟ داكوردو شوف شعمل هذه السورتي نتاعو. باه شو باش نعمل توا؟ كي نكتب هكا ا بي سي 1 2 3 ما عنديش حق نكتب هكا يا جماعه، يلزم اللونغور نتاع الشين هذيا واللونغور نتاع الشين هذيا يكونوا قد قد. تعرفوش علاش؟ على خاطر هو كيفاش الترجمه هذيا، وين تلقى ا بدلها ب ا، وين تلقى
بدلها بأن، وين تلقى بي بدلها بدو، وين تلقى دي بدلها بتروا. وذي هي الريزولتا. تذكروش يا أحمد، ما هو أحمد فيه الآ ولا تلقاوها آ ولات به، وين عندي مهدية تلقى ام آ ام آ كلكو شوز. واضح هذيش تعمل تيار به. أما لي زوبسيون تاعها هما الباهيين. قالك لي كاركتير كي نو سون با دون لا شين دوريجين سون كونفيرتي سولون لي كاركتير دو لا شين دو ديستيناسيون. شو معناه؟ معناها نجم نكتب هكا. الوغ قلنا لوبسيون كوا، لوبسيون موان سي. الوغ تير موان سي كاركتير A inferior agenda. Alors deux chaînes doivent être identiques. Alors voilà, ناقصين A B inferior agenda. شو معناه؟ شو حبيت نقوله لهنا؟ بربي وين تلقى الكاركتير A بدلو بي، والاخرين الكل متمس، والاخرين لا سامحني سامحوني. الور لا لا، هذه تتقري تو لي كاركتير ال سيرون شانجي بار بي سوف ال ا. تو لي كاركتير ال سيرون شانجي، تو لي كاركتير دو فيشي اجندا ال سيرون شانجي بار بي كان الكاركتير ا متمسوش. ايه مسوش بالفيشي نتاعي ولا في سطر هكا برك. حتى لونتري يا جماعة كات اجندا، حتى لونتري هذه اللي بعد المهدية، بعد المهدية فما اونتري باقي بدلها حتى هي ردها بي. شنو اللي منعت؟ منعت الا هذه نتاع احمد، منعت الا هذه نتاع المهدية، تلقاها كالكوبار لهنا، ها هي نتاع المهدية. ده رتوه البي هذه، البي هذه سيليكسيوني هي لونتري هذه. به شو منعت آخر؟ منعت الآ دي متاع صفاقس كالكوبار تلقاها كالكوبار لهنا اتسيتيرا. هذه موانسي. كيفاش تقري الور؟ أي كاركتير في الفيشي أجندا حولو بالبي كان الكاركتير آ متمسوش. به دي ديستريكسيون دي كاركتير أبارتونون على شين دوريجي. ديستريكسيون دي كاركتير أبارتونون à la chaîne d'origine. Ben, j'arrive. TR moins D, c'est-à-dire destruction. Destruction de quoi? Je détruis le caractère A inférieur agenda. Ben, là, je dis, où est-ce que tu as A? Nahi. Où est-ce que tu as A? Nahi. وتلاحظوا انه كاركتير ا نحى خلاص من الفيشي. الفيشي سامحوني ما تبدلش، اما في لافيشاج نقصد. مو اس سي لا شين دو ديستيناسيون كونتيان اون سويت كونتينيو دو كاركتير ايدونتيك رجعها كاركتير برك. الور ريتو ان بالور افيك لوبسيون مو اس شنو نقولوا؟ الور تار تيار مو اس كان تلقى سويت دو كاركتير اس في الفيشي اجندا رجعها. سوس هذه كانت مكتوبه دو اس لهنا، رجعها اس واحد خاطر هي دوبل، خاطر هي فجرت بعضها. ريتو هنا كي عندي في السطر الاخراني عندي برشا اربع بوكو دو كاتر فجرت بعضهم. لو كان هذه نبدلها كاتر، اسمعوا نجم نعمل لك اس كاتر راهو معناها وين تلقى الاس معاودة بلوزور فوا ردها اس واحدة، وين تلقى الكاتر معاودة بلوزور فوا رجعها كاتر واحدة. أمني ولات كاتر برك لنا يا جماعة. ونفس الحاجة لهنا، هذه كان نعمل هكا أ أ بي معناها وين تلقى الأ عملها ديستركسيون افيك لو موان اس، وين تلقى الأ عملها ديستركسيون، وين تلقى البي عملها ديستركسيون. الور في الشين هذه امبوسيبل تلقى الأ والأ والبي. هذه الكومونتير فيها حتى شيء سامبل افيك لي افيك لي زوبسيون تاعها، الاهم لي زوبسيون تاعها لا كوموند
وورد كاونت دبليو في سي وورد كاونت. وورد كاونت اسمها على جسمها، كاس كال في الفي لو كونتاج دو مو. اما هي بصراحه شنو تنجم تعمل؟ هي البرمي دو كونتي لي ليني لي مو اي لي كاركتير افيك لي زوبسيون هذو. كان تعطيها لوبسيون موان ال تحسب لك النومبر دو ليني نتاع فيشي، كان تعطيها لوبسيون موان دبليو تحسب لك لي وورد الكلمات، وموان سي تحسب لك لي كاركتير. نجمو نجربوها على الفيشي نتاعنا. كان تحب نخدم على الفيشي اجندا، شو نكتبو؟ نكتبو دبليو في سي. كي تكتب دبليو في سي وما تعطيش حتى اوبسيون راه باش تحسبهم لك الكل. الور هناك قداش فما من لينيا، قداش فما من مو، وقداش فما من كاركتير. كيفاش مسوي فما 4 كلمات؟ يا نعم بويسكو لهنايا كاي هذي الور بويسكو هذي ما فيهاش اسباس، بالنسبة لي هو ان سول مو. اما ونحلو في شيء اخر في سا فيت في نانو اف دو بونجور اسباس ايزيت اسباس مهدية كنترول اكس يس وي انتري. هات نابليكوها على الاف دو. الوغ شو عملنا هنا؟ بونجور ايزيت مهدية، فما دو ليني البونجور كلمة والإيزات كلمة والمهدية كلمة. ألور ثلاثة كلمات، وكان تحسب النومبر دو كاركتير إي كومبري لي زونتري بيان سور باش تلقاهم 20. كي نعمل دوبل في سي يعطيني كان لي نومبر دو ليني، تعطيك كان نومبر دو ليني، ودي ديما تكتب لك اسم الفيشي من بعد، أنت تاخذ كان الرقم اللي حاجتك بيه. دوبل في سي موان كاركتر باش تعطيك 20، دوبل في سي موان وورد باش تعطيك 3. ديكوردو باه. و دبليو في سي نجمو زادا نكتب ال اس موان زال لهنا تعطيني ال اس موان زال، شفنا هذه تعطيني قداش عندي من اوبجي، قداش تراه؟ واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداش اثناش ثلاثاش أربعتاش خمستاش ستاش سبعتاش. وكان واحد قالك باهي قداش عندك من في شي في البلاصة هذه، تنجم تتذكر انت تكتب له ال اس مو ال والريزولتا هذه في عوض في شهر على الكروم بالطريقه هذه، لا يعدها باك كيوب اللي شفناها الساعه، يعدها للكوموند دبليو في سي ويقول له بربي احسب لي اسطوره قداش. ال 18 لهنا لازمك تعملها موانزا خاطر هو ديجا يكتب لك معلومه كيما هذه. ديكوردو معناها لازمك انت تتذكر وتعمل موانزا وحدك. لا كوموند كات، لا كوموند كات هذه رد بالكم يا جماعة. أول حاجة يا جماعة فما كات بالأ هذه كي أفيش قلنا لي كونتوني دام فيشي، وفما تاك هذه نسيناها، التاك ترفيشي الفيشي ألونفير كيما ريتو هي التاك هي العكس نتاع الكات. نجربوها مثالش ألور تاك ما قلنا بونجور ايزيت خلنا نافيشيو بالعكس. الور شو ولات المهدية قبل ومن بعد كالي بونجور ايزيت قبل، تافيشيك لينين بالمقلوب داكوردو هذه التاك به. وحتى الكات عندها اوبسيون، راهو عندها اوبسيون موان ان اف دو مثلا تافيشيلك افيك نميروتاسيون. حتى الكات عندها بليزيور اوبسيون، ريت كات موان ان اف دو تكتب لك بونجور ايزات مهديه، بونجور ايزات هذه وتكتب لك ان لهنا كاين معناها لا ليني نيميرو 1 والمهديه ليني نيميرو 2 اتسيتيرا. هذوما الكات والتاك هي العكسه، وحتى هي التاك عند الموان زاد لي ميم اوبسيون، غير ديما غير ديما ما قبلتش الموان نيميروتاسيون ابارمون ما قبلتهاش. الور ترا مان تاك خلينا نشوف لو عنده الاوبسيون نتاع نيميروتاسيون ولا لا ما عندهاش، لا ما عندهاش. به الور الور توا جينا للكات هذه بالايورو بالكم. الكات هذه يعني قص تقص يا اما تقص يا اما دي كاركتير ولا دي لينيا. الور كات لا كوموند كات بيرمي دافيشي اون بورسيون دو شاك ليني دو فيشي. كي تقول له قص لي الكاركتير مثلا الخامس، راهي باش تقصه من شاك ليني.
سامحوني بربي لحظة، به سامحوني وين وصلنا. فوالا، كي تقول له في الكات، كي تقول له قص لي ريتو موانسية، موانسية معناها قص لي ان كاركتير، نومبر دو كاركتير. كي تقول له مثلا قص لي الكاركتير الخامس، راهو باش يقصه من كل سطر. نجربو ديما نفهمو بالاوبسيون. الو 4 موان 5 سي فيشي اجندا، سامحني موان 5 شنو مشكلتو، موان سي 5 موان سي 5 فوالا. الو لهنا، لو كان نعاودو نافيشيو الاجندا وتنلقاو الدي هو الكاركتير الخامس في احمد في السطر الاول، واحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة فوالا، اللي هو يجي تحته الاي، اللي هو يقابله تحته الام، اللي هو يقابله تحته الدو بوان. معناها لوبيراسيون نتاع القصان نتاع الكاركتير، وكلمة منين عرفتها من موان كاركتير، موان سي، خاطر عملت موان سي 5 به. الور موان سي بور دير كاركتير، و 5 بور دير سانكيام كاركتير. مش يقص لك الخامس كاركتير من السطر الاول ويحبس، لا، دو شاك لينيا داكوردو ب تو مواقف. مواقف كيما الصورت، صورت الساعة كيفاش قلنا، صورت ما تنجم تعمل تري على شون معين، حتى هناك نجم نقص شون معين. أما مالوروزمون يا جماعة اللي خدموا ما نسقوش مع بعضهم. بالنسبة للصورت تعمل موان تي دو بوان كان تذكروش، لا هناك تعمل موان اف، موان اف و دو بوان، دو بوان اللي هو سيباراتور، موان اف بور دير فيلد، لو فيلد هو الشون. الو تراه نجربو 4 موان اف دو بوان، موان سامحوني مش موان اف، سامحوني موان دي بور دير دي ليميتور، موان دي دو بوان الشون الثاني من الفيشي اجندا. شنو الغلطة؟ موان اف عند موان، سامحوني. الور كيفاش تقري هذه؟ قص لي فيلد نمبر 2 شون نيميرو 2 من فيشي اجندا، ساشون كو دو ديليميتور، لو ديليميتور راهو دو بوان. ريت كيفاش قص لي العمر، قص كان العمر لهنا من الفيشي. باهي فوالا. هنا كيفاش تقص، ونسيت ما وريتكمش حاجه في السي، سامحوني. كي تحب تقص الكاركتير الثاني والكاركتير الخامس من الفيشي اجندا، تنجم تعمل هك. كي تحب تقص من الكاركتير الثاني للكاركتير الخامس، تعمل هك. وكيف كيف لي شون، كي نحب نقص الشون الثاني ونقص الرابع، شو معناها؟ معناها يوريني العمر والبلاد. هون نقص العمر والبلاد. كي نحب من الشون الثاني للشون الرابع، نعمل هك. داكوردو، معناها هذا يولي هذوما انيميراسيون، تتسمى تعمل انيميراسيون تاع لي شون اللي حاجتك بيهم، هذا يولي انترفال. به سهلة، ما فيها حتى شيء الكات. يا اما تقص بالكاركتير، والا بونسومبل دو كاركتير، والا تقص بالشون اون انديكون النيميرو دو شون وديليميتور. باه ريتو الساعة هنا هيكايا، شنو افيشينا لهنا؟ تصور واحد يعطيك اكزرسيس، تذكروهم احنا العمار كيفاش معمولين. شوفوا باش نعطيكم اكزرسيس، حاولوا خمموا فيه. نحب نكتب كوموند في اليونيكس، ننزل اونتري، يعطيني الاعمار لهنا ويعطيهم لي تري منه، معناها زوز حاجات نحبهم منه، ما يفيشيليش لي دوني الاخرى الكل، ما يفيشيلي كان العمر، ونحبه يكون تري. الور لهنا عندنا زوز طرق، يا اما نقصه ومن بعد كان يعملوا تري، ولا نعملوا تري ومن بعد كان ينقصه، وباش نجربوهم الزوز. هات نقصه ومن بعد نعملوا تري. قص لي sachant que le délimiteur voit deux points, قص لي الشون الثاني من الفيشي اجندا، وعديه، ما تفيشيهوليش على الاكرون بربي، عديه الكوموند سورت موان ان،
وكما قلت لكم في اول الكور هذا في اول التي بي، الكوموند الثانيه اللي تجي بعد التوب ما تعطيهاش لي زارغومون خاطر تاخو لي زارغومون تاعها من الريزلتان تاع الكوموند الاولى. ريتو كيفاش افيشها بالطريقه الصحيحه؟ باش نخدم بالعكس تو، باش نعمل تري على الدوزيام شون ومن بعد نقص. الو سورت وزوج تعطيو نفس الريزلتا، سورت موان ان موان تي دو بوان، شو معناها الشون الثاني؟ معناها معناها بلوس 1 موان 2 فيشي اجندا. باش تعمل الكوموند هذه الاولى، الكوموند هذه تو هذه باش تعمل تري نوميريك على الشون الثاني. وكاش حاجتي يعني به ولا تلقاه والريزلتا اللي تلقاها قص لي موان دي دو بوان كالعاده، خاطر بالنسبه الكوموند هذه ما نحاتش لي دو بوان. هذه شوفوا واش عملت، ريتو الريزلتان تاعها ولا عملت كان تري على العمر على دوزيام شون. لازمك تتخيل انت شنو الريزلتان اللي باش تعدل الكوموند الثانيه. الور 4 موان دي دو بوان موان اف 2 اونتري عطاني نفس الريزلتان اللي عطاها لهنا. ريتو كيفاش هنايا قصيت ومن بعد كده عملت التري اللي هي دي اسهل بصراحه، ولا هنا عملت التري على الدوزيام شون ومن بعد كده قصيت الدوزيام شون تاعي. ودي قوة في اليونيكس وحتى في سيستم اكسبلوتاسيون ويندوز بصراحة، فما نفس الواحد يعمل لك الكومبينيزون. هذه مو اس يقول لك معناها اللينيا اللي ما فيهاش الديليميتور بربي ما توريهوليش. به هذوما اللي كنا نشوفوا فيهم هذوما يتسموا لي فلتر سامبل. قبل ما نتعدل لي فلتر كومبلكس اللي هما اللي هما الجراب والساد اتسيتيرا، نحب نشوف فماش في البي دي اف الاخر فماش حاجه نسيناها. كات اكسباند دي حكايه فارغه، هذوما كلهم جوين بروفيزيوني دي ليني باش تعمل جوانتور اونتر دو فيشي. انال هذه انال تعطاها فيشي ترجحوا لك نيميروتي اللي هي بالضبط الانال تساوي الكات اسباس مو ان باس. تظن تجمو جربوه موحدكم. الصورة شفناها سبليت يقسم تعطيه في شيء في دي لينيا يقسم هو لك كل لينيا نجم يحطها في شيء. لا كوموند دي اير شفناها يونيك هذه السوبريم لي دوبل في سي شفناها. بالطبيعة ما نجموش نشوفوا لي كوموند الكل، اما خذينا فكرة قبل وهذا تو معاش حاجتنا من البي دي اف هذا نسكروه نكملوا مع البي دي اف هذا وباش نتعداو تو يا جماعة للبارتي الثانية. جوست باش نعمل بوز صغيرة نستسمحكم في 5 مينوت قبل ما نتعداو للي فلتر كومبلكس اللي هما اللي باش نشوفو فيهم الجراب باش نشوف فيهم ان شاء الله لا كوموند ساد. باهي نبداو بأول فلتر كومبلكس اللي هو لا كوموند جراب. لا كوموند جراب شنو تعمل الكوموند هذه يا جماعه؟ هذه ال شيرش اون ليني دون ان فيشي حسب قالب تعطيه لها انت. نعاود تلوج على ستر في وسط فيشي حسب انت قالب تعطيه لها. باهي نعطيكم اكزامبل، لوج لي على كلمه مهديه ولا ماه في الفيشي اجندا. الام ماجيسكول هكا فوالا طفيشي لك السطر اللي كي كوريسبون للريشيرش نتاعك انت والقالب طفشيه لك بالاحمر. هذه كاسكال في لا كوموند جراب كوموند سامبل ياسر، تعطيها قالب تلوج لك به. نعطيكم اكزامبل الور 33 44 44 44. باهي فما ثلاثة سطور فيها 44 باش نلوج على السطورة اللي فيهم القالب هذا. هنا مدلي السطورة والقالب افيشيه بالاحمر تراو فيه سهلة قريب. المشكلة وين؟ المشكلة كيفاش تكسبريمي القالب نتاعك لهنا. تو هنا كاين قالب سامبل، لو هنا كاين نحب نقول امشي لفيشي اجوندا اي ستار تلقى فيه 44 بربي افيشيهولي.
اما ينجم يكون الاكسبريسيون نتاعك لهنايكيا بلو كومبلكس. بار اكزومبل اعطيني اللينيا اللي تبدا بالا، لوج لي على لي لينيا في الفيشي اجندا كي كومونس بار ا. كيفاش تكتب هذه يا جماعه؟ جراب تعمل شابو ا اجندا. قال لي عندك واحد برك، ريت كي كومونس بار ا كان نحي الشابو هذايا لوج لي على الصوره اللي فيهم ا الكل. انا جابهم الكل يا جماعه. الور لي شابو كي كومونس بار ا. وكي نكتب هكا هكا تولي لوج لي على لي ليني كي تيرمين بار ا. الور الشابو بور دير كومونس، والدولار بور دير ترمين. وفما بليزيور اكسبريسيون ريغولير اللي هما تلقاهم موجودين لهنا. هذه ديبي دو ليني، الشابو يعوض دي تحب تقول به انت ديبي دو ليني، البوان ان كاركتير كالكونك، الدولار فان دو ليني. هذوما ساهلين باهي. هذا بلاج دو كاركتير بيرمي، ينجم يكون مثلا من ا موان بي موان دي، معناها كي تحب تقول الا والبي والسي. او شوفوا يا جماعه، شوفوا الاكسبريسيون هذه اش تعني. الو به هذه كيفاش لو اش معناها؟ لوج لي توت لي ليني دو فيشي اجندا الا كي كومونس يا بالا ولا البي ولا السي ولا الدي ولا الاو. ريتو هذه هذه تولي تسمى بلاج دو كاركتير. داكوردو به اونتري. الو ريت خاطر ما وصلتش، هيش فما عندنا من الا للام والاس، معناها من الا للاو ما فما كان الا، الام مازالت خارج الانترفال والاس خارج الانترفال. هذايا بلاج، هذايا بلاج دو كاركتير انتردي. شو معناها بلاج دو كاركتير انتردي؟ الشابو كي يبدا في وسط لي كروشي يولي معناها انتردي. سامحوني، شنو تقريكك؟ لوج لي على لي ليني كي كومونس بار موش ا وموش بي وموش سي وموش دي وموش او. تو شنو شافيشي؟ بشافيشي لي ثلاثة هاذ نورمالمون. ريتو نحالي نحالي احمد نحالي هذا به. شنو اخر هذه شفناها هذه شفناها به. فما زوج حاجات اظن كي يبداو بور ديفينير ان نومبر دو ريبيتيسيون دو كاركتير بلاسي. كيف هذه مثلا؟ هذه شنو تحب تقول؟ تحب تقول لوجلي على السطوره اللي يكملوا بكاتر شيفر. هذه كي تعمل هكا كي تعمل هكا معناها اللي على اليسارها، اللي على اليسارها شنو هو؟ هذه صفر من صفر للتسعه، معناها اللي هو يمثل ان شيفر هكا ولا معناها يتكون معناها من في الاخر يكمل بكاتر شيفر. هذه معناها يكمل في الاخر بكاتر شيفر. باهي كان تحب نجربوه. مو احنا ما عندناش، سامحوني بربي ياسر لي فيونات المحلولين يوليو يدخلوني بعضي. الور وين الماشين؟ ها الور ما عندناش احنا حاجه تكمل بكاتر شيفر، اما نجمو نزيدوها مثالش. الور نانو اجندا، نمشي للسطر الاخراني بكل ونكتب بونجور. Bonjour, 1, 2, 3, 4. Ctrl X, oui, entrée. Tao, je suis en colo, flegreb, je suis en colo. 0, moins 9 pour dire chiffre. Alors, les symboles, les amis. Alors, JRK, 4. به
به، والدولار دي بور دير يكمل به. لا بنزيم الشاي فما اسباس Alors, 70 ساعات لا كوموند غريب، فما غريب وفما او غريب وفما اف غريب. هذه اجمع الدوكيمون نقراو منه توا، نقرا لكم منه، والفيرسيون بتاع الغريب مبدلين شويه. الور باش تخدم باللوبسيون هذه تزيد الاو للغريب معناها تتعدل الكوموند اخرى، اما احناش باش نستعملها ياسر، يعني جوست نحب نفهمكم البرانسيب وبراهي يا جماعه راه سي با كرا. او هذه قال لك كان مع الاو جريب، وانا حمر هريت وذي ولا ظهرت حمراء به. فما حاجات معناها مش ستوندار. الو شوفوا هذه تعني لينيا كي كومونس بار ان كاركتير اللي هو ما يمنيش فيه شنو، وكي ترمين معناها لينيا كومبوزي دان سول كاركتير. ريتو كي كومونس بار ان كاركتير البوان، خاطر تمثل البوان ان كاركتير كيلكونك، وكي ترمين وكي ترمين بالكاركتير هذاك زاد. بوان ايتوال يعني اون شين دو كاركتير كالكونك، والبوان ايتوال هذه رد بالكم راهي تحصل، راهي فيها تحصيلة كبيرة، وتنقل لكم البوان ايتوال علاش نخاف منها. كي نقول لكم اني توا لوجو على لينيا كي كومونس بار ا اي كي ترمين بار ا، كيفاش تكتب هذه جراب les lignes qui commencent par A, qui commencent par A. ب كان كان المشكله كان نعمل هكا، شو معناها؟ معناها لو وجلي لي لينيا فيهم ا ا يلزم نحط حاجه في الوسط لهنا اللي هي بوان ايتوال. ليتوال لهنا كي تعوض الحاجه اللي قبلها بليزور فوا، ومش معناها تكون هي نفسها، لا معناها بوان ايتوال معناها مور بوان، شنو هو بوان كاركتير كالكونك، ولا بوان ايتوال معناها كاركتير كالكونك بعده كاركتير كالكونك بعده كاركتير كالكونك. ينجم يكون ما فماش الساعه البوان ايتوال، تنجم تكون ما فماش معناها لي لينيا اللي فيهم ا مريقلين معناها مع القالب هذايا، ولي لينيا اللي فيهم ا ومن بعد كالي نامبورت كوا ومن بعد كالي ا في الاخر زاد مريقلين مع القالب هذايا. بوان ايتوال تنجم تكون ما فما حتى شيء فيد، كيما تنجم تكون شان فيها مليار كاركتير داكوردو به. وكي نحط اي ايتوال شو معناها؟ معناها هذه شنو نقصد بها اي ايتوال؟ معناها ينجم يكون ما فما حتى شيء، فما حتى ا تنجم تكون فما ا، تنجم تكون فما ا ا، تنجم تكون فما ا ا ا اتسيتيرا داكوردو به. الور لهنا باش نقول بوان ايتوال كيفاش تقري هذه بالعربي؟ لو وجلي في وسط اجوندا توت لي لين اللي يبداو بالا، ومن بعد فما اون شين كان كونك ما يهمنيش فيها، وتنجم تكون حتى الشين هذيك ما فماش، المهم في الاخر تكمل بالا اونتري. ريتو هناك كيفاش حمرها؟ شوف يا جماعه ريتو الا هذه اللي سيليكستوني تاني تو، هذه هي الآ هذه خاطر كومونس، ريتو الآ هذه اللي سيليكسيونيتها توا هي الآ هذه، ريتوش البوان ايتوال هذه، ما قالب هو راهو هي هذه، هي البارتي اللي سيليكسيونيتها، لا سامحوني، هي هذه، داكوردو؟ باه، ما هي الصعيبة؟ وين الصعوبية متاع الجراب؟ ولا بلوتو نتاع ليكسبريسيون ريغولير. كي تقول لي انت لوج لي على، شوف نعطيكم قاعده، كي يقول لك لوج لي على شان معينه في وسط في شيء، ولا ليني معينه في وسط شيء في شيء، لا تكتب لا كومونس ولا دولار، هذوما الزوز ما نسحقوهمش. يقول لك لوج لي على كلمه مهديه في الفيشي اجندا، تكتب جراب مهديه اجندا اونتري. هاو كي يقول لك لوج لي ليني كي كومونس بار، وما يجبدلكش على التيرمينيزون، يلزمك تستعمل الشابو، يلزم
الشابو هذا نستعملو خاطر هو قال لك كي كومونس بار، كي يقول لك شرشي لي ليني كي تيرمين بار يلزم الدولار، وما فماش شابو لهنا الا واش كان على التيرمينيزون. كي يقول لك كي شرشي لي ليني كي كونتيان اكزاكتومون ولا كي نو كونتيان با ولا كي، هنا لازم الدولار والشابو، يلزم خاطر تعطيه القالب، القالب يلزمك تعطيه صعيب شوية ليميتي. كي يقول لك كي نو كومون دوني لي ليني اللي ما فيهمش الكاركتر مثلا دي، لهنا فما إشكالية. ما تجمش تكتب له هكا كريب وتعمل هكا وتقول نو دي وتعمل هكا وتكتب أجندا، ما تجمش تعمل هذيك. ريتوها لهنا اعطاكم نيمبورت كوا، هاي فما دي لهنا وباقي اللينيا افيشاه. اني بحاجتي لي لينيا الا ما يكملوا الا ما فيهمش دي. الور ما دام قلت ما فيهمش معناها يلزمني نحكي بالديبي والفان، يلزمني نعطي قالب صحيح. اي وذي شو معناها نون دي اتوال، معناها اي كاركتير كي تشدوا على اللينيا، يا معناها كي تجي تشوف هذه تلقاها نون دي، هذه ماهيش دي، هذه ماهيش دي، ومن البداية للنهاية، من البداية للنهاية. اونتري لهنا مدلك السطورة اللي ما فيهمش دي، نعمل كات ميسالش اجندات، وتلقى الاخرين لكل فيهم دي. استر رضايا احمد فيه دي، مهدي هناك ومحمد، فما كان استر رضايا واستر هذا ما فيهمش دي. ريتو لهنا كي يقول لك لوج لي على السطوره الا ما فيهمش، يلزم في الاكسبريسيون لوغوريان نتاعك تكون فما الشابو والدولار. باه باش نعطيكم كاخر، لوجوا لي على السطوره الا فيهم اكزاكتومون 3 شيفر، ما تلقاش فيه اكثر من 3 شيفر. وهاني باش نصنع في شيء اسمه اف 3 توا باش نجمو نخدمو عليه، خاطر لاجوندا هنا كامل يخدمنيش. باه السطر الاول نيمبورت كوا 3 هذايا دو شيفر، هذايا 123 هذا ا اف 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 2 يغريك يغريك 5 هذايا امريك، هذايا في 3 كاركتير. ب نيمبورت كوا 958 هذايا امريك. الور 222 ا ا ا هذا امريك، ا ا هذا مش مريكل، ا بي ا جي جي 2 هذا مش مريكل. باه كنترول اكس هذا باش نخدمو عليه. لحظة ابارامون الور كنترول اكس اكرير لسباس موديفي وي انتري. باه كنترول اكس وي نون دو فيشي، ما قلنا اف 3 ساعة كالعادة ننسى اسم الفيشي. باه شوفوا توا كيفاش باش نصور لكم بشيما ان شاء الله تفهموها. توا اني باش حاجتي باللي ليني اللي فيهم اكزاكتومون 3 شيفر هكا ولا. شوف هذه بداية اللينيا باش نصورها، كنهاش حيط هكا. وش فما شيفر كالكو بار مطيش، وشيفر اخر كالكو بار مطيش، وشيفر اخر كالكو بار مطيش، وهذه نهاية الفراز نتاعي اللينيا نتاعي. نقول ان دو تواي نجم يكون اي شيفر به، يلزمني نقول له به. ولهنا شنو يلزم يكون في البلاصة هذه؟ يلزم يكون الا تحب انت، المهم شيفر لا هكا ولا، ما بين البداية وأول شيفر ينجم يكون إلا تحب أنت، المهم شيفر لا، ونجم يكون زادا شام فيت ما فما شيء. باه وبين الشيفر هذا والشيفر هذا شو ينجم يكون؟ ينجم يكون إلا تحب أنت إلا شيفر لا، ونجم يكون زادا فما شان فيت، معناها هذوما ينجم يكون لاصقين في بعضهم. وهذا ينجم يكون إلا تحب أنت، المهم شيفر لا. علاش؟ خاطر أنا حاجتي بثلاثة،
من كم تحط له رد بالك، مش تحط هنا هنا بوان ايتوال، لهنا بوان ايتوال تنجم تدخل لها بعضها، راهي بوان ايتوال معناها نامبورت كوا. لا لا، لازم تحب تكون الا تحب انت، المهم شيفر لا، وكان شان فيد مثالش، وفي البلاصه هذه ينجم يكون نامبورت كوا الا شان فيد لا. الو، هذه كيفاش نترجمها بالجراب في اللونجاج؟ هذه نجم نترجمها، كيفاش نترجموها هذه؟ الديبيو نتاع ليني كيفاش؟ شابو باه، وهذا شو معناها شيفر؟ كيفاش يترجم؟ يترجم هك هك، شو معناها شيفر ولا باه؟ وهذا الو سيليكسيوني كوبي كنترول في كنترول في، هاني هاني طول القلب قاعد نصنع فيه. شوفوا الطريقه نصنع بها هاني، هذه شني، هذه الدولار نتاع. ورد بالكم نتفاهم ولا حاجه، الاكسبريسيون ريغولير ما عندكش حق فيها في الاسباس، ما عندكش حق تعمل اسباس. هذه كيفاش تقال؟ هذه لازم نقول لي نقول نون شيفر، اما مادام ينجم يكون مش موجود الور نون شيفر ايطوال، خط الايطوال قلنا فيها القوه انه تعمل شين فيد. الور شو نكتب هنا؟ كيفاش تكتب نون شيفر؟ نون شيفر تكتب هك، ومادام ينجم يكون مش موجود لازم تكون الاطوال موجود، والبلوك هذا يزمو يتعاود بليزيور فوا. جو سامحوني نحول الدولار ديال بعدها شويه، دولار هذه نبعتها شوية. فوالا، هذه القالب نتاعي دو اجوس كازاد يا جماعة. كان نكتب هذه الجراب نقصد بها اعطيني اكزاكتومون لي ليني اللي فيهم تروا شيفر، خاطر عملت بالكونسيبسيون هذه. تقول لي مسيو شكون قال لك الان؟ بالكش ما تبداش بالان، هذه لونكادري هذه تعني الا تحب انت كان شيفر لا، وتجم تكون مش موجوده، خاطر سلكتها لي كلمه تجم تكون مش موجوده سلكتها لي لتوا. باهي عملت بوز صغيره باش نكتب هذا باش ما نعطلكمش. الور الور هذه الور 09، سامحوني هذه موش ما نحبش اونتي باهي شيفر، بنحب الشيفر، شيفر بنحب الشيفر، شيفر قلنا ما نحب الشيفر، كو في بالي. الور قداش؟ الور 1 2 3 4 الاخرانية هذه زايدة، فوالا مش اجندا، عاد احنا اف 3 اللي عملناها. فوالا ثبتوا يا جماعة، ما جابلنا كان لي ليني الا فيهم 3 شيفر، هذا جابوا. الان هذه وين تقابل لهنا؟ الان هذه وين تقابل في القالب؟ تقابل لهذه. ايه مسيو ولا قبل الان؟ انا ما فما حتى شيء. ايه حتى هذه تعني زاد فما امكان، هذه تعني ما حتى شيء زاد، ما دام فما ايطوال معناها تجم يكون ما فما شيء. باه والدو وين في القالب هذايا؟ الدو هي هذه. ايه مسيو هذه هاكي اللي جاي بين الان والدو اللي هي ما فما حتى شيء. باه هات ناخذوا ضايع الان هذه تقابل هذه، هذا الاف اف 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 تقابل ماهو شيفر ايطوال، والدو هي تقابل هذه اتسيتيرا داكوردو. الور هنا اش قلت تاني؟ قلت اعطيني لي ليني كي كونتيان اكزاكتومون 3 شيفر. الور كي نقول اكزاكتومون 3 شيفر يلزم نعمل الشابو ويلزم نعمل الدولار، يلزمك تعطي قالب محدد ما تخليش فويت معناه. هذا اش نحب نقول؟ باه كي يقول لك شيرشي امو ولا كلمه معينه في فيشي، تكتبها كما هي، لا تكتب شابو لا تكتب دولار. كان قال لك لي ليني كي كومونس بار لازم فما شابو، كي قال لك كي يقول لك لي ليني كي ترمين بار لازم الدولار، كي يقول لك لي ليني كي نو كونتيان با ولا كي كونتيان اكزاكتومون يلزم الدولار والشابو يكونوا موجودين بالسيف، الديبي والفان يلزمك تحدد اكزاكتومون القالب.
اما اغلبيه الاستعمال نتاعها نتاع جراب يا جماعه، الاغلبيه نتاع الاستعمال نتاعها توا نستعملوا فيها جراب، ونكتبوا المول اللي حشنا بيه، ونكتبوا الفيشيل باش نلوجوا فيه. هذه الجراب، لا كوموند جراب. فوالا، فما دي زوبسيون مزيانين. اي لينيا فيها لقيت فيها المول اللي لوج عليها اكتب لي النومرو نتاعها، معناها بار اكزومبل ان لوج على كلمه بونجور وهي موجوده في اللينيا الخامسه، يكتب لي خمسه دو بوان ويكتب لي اللينيا هذيك. هاتوا نجربوها كان تحبوا. وين الماكينه؟ الور جوست نزيدو لوبسيون موا ان ريتو، يكتب لي الرقم تاع اللينيا الان دو تروا. صحيح الريبون القالب هذيا وراهي موجوده في اللينيا رقم 2 اتسيتيرا. موا اي، موا اي معناها ما يهمنيش في الماجسكول والمينيسكول. موا اي معناها معناها كي نقول لك، كي نكتب هكا جراب كاركتير ا ولا اي، موا اي ماه فيشي اجندا، معناها لوج لي على ماه في الاجندا وكان هي مينيسكول ولا ماجيسكول ولا في وسطها كاركتير ماجيسكول ما يقلقش، باقي مدلي ريتوها. في حين اني كي كان نحي الموا اي موش باش نلقى ماه مينيسكول كل ما يجاوبنيش. وبيان سور الهدف نتاعي مش باش نقريكم لوبسيون الكل، جوست باش نعلمكم انتوما كل تجمو تجربوهم وحدكم. راه موال اوبسيون طياره ياسر زاد يا جماعه، راني نخدم بها ياسر. موال موال معاش ولا تلوج على لينيا في وسط فيشي، لا ولا تلوج على فيشي كي كونتيان ان مو. هاتو نفسر لكم بالاكزومبل. ريتو البلاصه اللي فيها تو هذه فيها بليزيور فيشي. كلمة مهدية هذه باش نكوبيها وباش نحطها في هي وين موجودة؟ موجودة في الفيشي اجندا، باش نزيدها في الفيشي اف 3. باش نزيدها في الفيشي اف 3 باش نجي في الاخر وباش نزيدها لهنا كنترول اكس وي اونتري. تو كي نكتب جريب موا ال مهدية ما نكتبش اسم فيشي، نكتب في البلاصه اللي فيها معناها ايتوال بوان ايتوال. الور مهديه ايتوال برك، لحظه فوالا قال لي موجوده. اظن طلع لي دي ميساج ديرور خاطرهم دي ريبرتوار. اش قال لي؟ قال لي موجوده في الفيشي اجندا وعامل لها كولور موف ولا فيولي ولا كيفنو، وفي الاف 3 البيرو قال لك راهو ستاندو سي ما نجمش نلوج فيه. هكا مد لك كلكو ميساج ديرور. المهم لقى لي لي فيشي كي كونتيان المو مهديك بالطريقه المكتوبه في هذيك. لو كان جيت البلاصه اللي فيها ما فيهاش دي ريبرتوار راهم ما مدليش لي ميساج دو رور هذوما. لوبسيون موا ال معناها تحفونا برشا. تلوج لك على فيشي الا فيهم كلمه، ما عادش تلوج على سطر في فيشي، لا تولي تلوج على فيشي في وسطو كلمه. الفلتر ساد تو مازال هذا ويكمل الشابيتر نتاع لي فلتر. ساد يا جماعه ستون كوموند تحتها دي سو كوموند. ساد سي ان ايديتور دو فلو، ان ستريم ايديتور. قال لك الاناليز لي ليني نتاع الفيشي سطر بسطر ويطبق عليه السو كوموند اللي انت باش تعطيها له. شو معناه؟ نصور لكم تصوير لهنا باش تحاولوا تفهموني. ناخذ ان فيشي في وسط اسطوره. وباش نعديه يا جماعة على الفلتر ساد. والساد قلنا عندها دي سو كوموند تخرج لك الريزولتا افيشي في الليكرون تاعك. او باش نحاول نافيشي كيما
ايكرون كنو هذا ايكرون تافيشي لك في الايكرون السو كوموند اللي تحب انت. بار اكزومبل بارمي لي سو كوموند نجم نعمل انسيرسيون، نجم نعمل نجم نقص كيما الكات، نجم نقص ان كاركتير من شاك لين اتسيتيرا. سات فيها ياسر دي سو كوموند. لي سو كوموند نتاعها مثلا اجوتي، رومبلاسي، انسيري، سوبريمي، افيشي، كيتي. تاكوردو بان هاو باش ناخذو دي زيكزومبل. والساد يا جماعه فيها اوبسيون خايبه ياسر. الساد كي تقرا لينيا قبل ما تابليكي عليه السو كوموند اللي هي الا والاي والسي اللي شفناهم توا، طفيشيه كما هو الساع. قريتو اللينيا هذه، اللينيا هذه تاخذها الساد طفيشيها لك كما هي، وتشوف عاد انت شنو اللي سو كوموند اللي باش تكزيكوتي عليها الا ولا السي ولا الاي ولا مش عارف شنو، وطفيشيها لك ابري موديفيكاسيون. ومن بعد تاخذ اللينيا هذه طفيشيها كما هي الساع، ومن بعد تابليكي عليها السو كوموند اللي انت عطيتها لها وطفيشيها لك موديفي. الا غالب الا تعطيه لها راهي طفيشيه، كونش تقول لها انت ما طفيشيش، معناها طفيشي لك كان لي ليني موديفي. كيفاش تعملها لوبسيون هذيا؟ يظهر لي بلوبسيون موا ان، فوالا لوبسيون موا ان سوبريمي سوبريم ليكريتور اوتوماتيك اون سورتي دي زانفورماسيون الا تقرا. باش نبداو بأسهل وحدة اللي هي البي افيشاج. أول حاجة باش نحل الإكسل وباش نعمل فيشي، ما فيش شي 100، باش نعمل فيشي فيه 20 سطر. أن دو تروا باش نوصل لعشرين فوالا. باش نعمل كوبيي ونجي لليونيكس لهنا باش نحل أن فيشي، باش نعمل كلير سا. باش نحل الان فيشي باش نسميه اف 4 اللي هو باش نخدم عليه الساد، وباش نعمل فيه كولي باش نسوبريمي اللينيا الزايدة من 21 كنترول اكس وي اونتري. هاي الياسر باش نقولو توا الساد الكوموند، الكوموند 4 بي الفيشي اف 4. لهنا حبيت نقول له افيشي لي الكاتريام لينيا من الفيشي اف 4. البي هي برينت ولا ليستاج، اما شو نحب نافيشي كان لينيا 4. اش عمل اللي هو ريتو هنا اش عمل؟ افيشا لينيا 4 اي مسو هو افيشاها من الكل. اللي غالب ما فيه ديفو سيت قلنا لينيا اللي تقراها ريتها قرات الان هي به الان افيشاتو كيما هو الساع، يهوش هو اللي شو نقولوا انت هناك افيشي الكاتر يهوش اللي ني كاتر اوني ما افيشيتوش. هذيك لافيشاج الاولاني هذاك بار ديفو، نرجع لهنا لافيشاج هذايا تعملوا من غير مزيتها. لا غالب هذيك هي اللي اللي تقراها تفيشاها ومن بعد كي تفيشي الموديفيكاسيون. اوني قرات الان هذيك ما تسماش عملت له افيشاج خاطر ما تعودش، والدو كيف كيف كان الكاتر هو اللي تعاود. الور كان نزيدوا لوبسيون موا ان اللي هي تنحي لها الديفو نتاع ان هي تافيشي اللي تقراها الكل، تو باش تافيشي لك الكاتر. ريتو ما فيشات كان ليني نيميرو كاتر باه. وفي بالي يا جماعة تنجم تعمل كاتر فيرجول سيس لهنا كاية ألا أفيشي من ليني الكاتر حتى ليني سيس. هذه كوموند ريتو، هذه كوموند برينسيبال والبي تتسمى سو كوموند، وهما لي بارامتر. باهي البي تعمل افيشاج، الكيو اش تعمل؟ الكيو تعمل كيتي. شوف كي نقولو ساد 3 كيو في شي اف 4 الكيو اش تعمل؟ تخرجك من البروغرام. شو معناها؟ معناها بربي يا ساد كي توصل للتروازيام لينيا كيتي، اعمل الكيت نتاعك اونتري. ايه وشكون قال لها افيشا افيشي؟ اكل بالي نتاعها هذيك نتاع الافيشاج هذيك من غير مزيتك.
قرات اللين الاولى لقاتها ماهيش اللين الثالثه، ما عملتش كيت اما افيشاتها، خاطر هي تساد دي ما تفيشي قلنا. وصلت للين الثانيه لقاتها ماهيش اللين الثالثه افيشاتها، وصلت للين الثالثه افيشاتها، قلنا احنا ديما تفيشي من بعد التابليكيا افيشات اللين الثالثه، ولقات روحها هي في اللين الثالثه خرجت. معناها ساد 3 كيو هي نفسها ساد 1.3 بي اف 4. سامحوني مو ان عادة، هي نفسها ب تذكروا ذا ما حشنا بيه. الو البي تافيشي الكيو تخرج الدي تسوبريمي، الدي تسوبريمي ب كلير. ساد لا كوموند برينسيبال هي ساد سوبريمي لي بربي لا سانكيام ليني نتاع الفيشي اف 4. شنو باش تعمل هي؟ باش تقرا الا واش تفيشي كيما هو، باش تقرا دو بالصنعة على فيها، تقرا دو وتفيشيها، تقرا السطر الثالث اللي هو فيه تروا وتفيشي، كي توصل كان للسطر الخامس ماهيش باش تفيشي، وباش تعدل الاخرين كل تخدمهم ريتو 5 ما فماش. وتنجم بالطبيعة تعطيها انترفال نحب من 5 ل 10 بربي ما تفشيهم ليش. انا الخمسة ما فشيتهاش وحتى للعشرة ما فشيت ما فشيتهاش. هذوما دي كوموند سامبل ما فيها حتى شيء. الاش تعمل اجو والاي تعمل انسيرسيون. شو الفرق بين الاجو والانسيرسيون؟ الاجو يجي من بعد والانسيرسيون تجي قبل. شو معناها بربي؟ تقول لي انت ما فهمتش الحاجة دي. هاو نعمل تفهمها بالاكزومبل. الور ساد 3 A ajouté IZ لاصقة في بعضها 3 A IZ والفيشي F4. هذه شنو قصدوا بها؟ بربي ajouté لي après la troisième ligne كلمة IZ في الفيشي F4. شوفوا شو عملت به الآ. تو باش نعوضها بإي. تو باش الايزات باش نكتبها قبل الثلاثة. راهي تعمل انسيرسيون، انسيرسيون قبل التروازيام ليني الاي. شو معناها يا جماعة؟ معناها هذه تساوي كوا؟ هي نفسها ساد دوزا ايزات اف 4 هكا ولا؟ شنو الفرق بين انسيري لي قبل السطر الثالث ولا زيدني بعد السطر الثاني؟ نفس البلاصة معناها. داكوردو. وتنجم تعطيها انترفال 3.6 ايزات يولي بعد بعد الثالث والرابع والخامس والسادس. باه الآ شفناها. السي رومبلاسمون دو ليني، اون فا رومبلاسي اون ليني بحاجة أخرى. باه كلير ونجربو السي 3 سي اي زد. شوف شو عمل جوري هذه معناها رومبلاسي لا تروازيام ليني بار لو مو اي زد. ولهنا حاجتي بها هكا، رد بالك مشيش نعمل مو ان لهنا، مو ان راهي ما تعملش ديما لهنا، باش نكتب لك كان اي زد خاطر فسخ الاخرين الكل، واني حاجتي باش رومبلاسي الور لازم نخلي الاخرين يلصفيش. وك علاش هي فيها الديفو نتاع لافيشاج بار ديفو؟ خاطر ساعات نستحقوه في ديكا كيما هكا. داكوردو به الا شفناها والسي والاي والدي والبي والكو. توا الاس هذي هذوما اونتر بارونتيز في بالي تبدلوا في لي فيرسون الاخرانيين نتاع السات، معناها يخدموا في بالي ذي تنحات ولا يخدموا كل هكا. هذه شو معناها رومبلاسي اون شين بار هذه قبل في السادة رومبلاسي لا شين أ بار لا شين بي، أما كان أول أوكيرونس كان أول مرة تعرضك في الفيشي ومن بعد كده ما عادش تبدلها. هذه رومبلاسي افيك توت لي زوكيرونس داكوردو. ده هات نجربوها. الور ساد اس سلاش مهدية
مهدية، كيفاش مكتوبة هي في الفيشيه؟ جون دارك هذولي مهدية، بدلها لي موناستير سلاش جي فيشي اجندا. ريتو المهدية تبدلت موناستير هنايا رومبلاسمون بار اون شين، يظل لي حتى كي تنحي الجي. والله يا جماعة عندي ياسر ما خدمتش عليها هذه، حتى كي تنحي الجي تخدم، معناها الزوز يعملوا نفس الوحدة. هذه كانت قبل، كان بروميير اوكيرونس، اما تو حتى كان تلقى بليزيور اوكيرونس تبدلها. الور الاس سو كوموند اس تعمل رومبلاسمون دون شين بار اون اوتر، ونجم يكونوا مش دو ميم لونغور. الايجريك فما زاد ايجريك، اما الايجريك لازم يكون دو شين كيف كيف. والايجريك هذه شوفوا يا جماعه، الور ا بي سي ان دو تروا اجندا هي تساوي، كان مازلتوا تتذكروا في اول الوحده لا كوموند تي ار، كي عملنا تي ار موا تي ار سامحوني هكا ا بي سي ا بي سي اسباس ان دو تروا ان دو تروا الدنيا ظلامت ان دو تروا الور ام انفيريور اجندا هي نفسها. هنا كي كاسك الفا رومبلاسي يا جماعه، الفا رومبلاسي الكاركتر ا بالكاركتر ا في الفيشي الكل، الفا رومبلاسي الكاركتر بي بار كاركتر 2، الفا رومبلاسي لو كاركتر 3 بار لو كاركتر الكاركتر سي بار لو كاركتر 3. اونتري وتعطيك الريزلتا هذه، وسلاش هذه في الاخر لازمه ما نجمش نحاها. وذي ديفيرون اتسيتيرا، فما بليزيور اكزومبل لهنا يا جماعه. سيد 4 دولار، شو معناها 4؟ يعني مستر الرابع حتى للاخر سوبريمي. هذه هو بالضبط شو معناها، اديش تعمل مو سوبريسيون ولا سوبريمي، مستر الرابع حتى للاخر. هذه المعنى نتاعها. هذه افيشيلي مش مستر 15 لستر 30. هذه احسبوا فما دي انسوا هذه النقطة، هذه بوان ديكسكلاماسيون، هذه شو معناها مو سوبريمي لي مستر الخامس لستر العاشر. كي تعمل هكا معناها سوبريمي كل شيء كان مستر الخامس لستر العاشر، داكوردو. هذه رومبلاسي شين كاركتير بالان بار دو اتسيتيرا. لي زوتر كوموند، فما الكوموند سي ام دي، هذه الكومبار دو فيشي سي ام بي، يا ربي سامحوني، لا كوموند سي ام بي جاي مون كومبار سي ام بي فيشي ان فيشي دو، تعطيك كانهم ايدونتيك، ما طلع لك حتى ميساج، كانهم فيهم اختلاف، تقول لك على الكاركتير المختلف وفين اصدر، يقول لك راهو كيما هناك راهو الاختلاف بدي بدايه مصدر الثاني الكاركتير رقم 34. لا كوموند فايند، لا كوموند فايند هذه alors c'est une commande très intéressante زادة. elle fait quoi elle fait la recherche elle fait la recherche des fichiers في وسط الديسك دور. السنتاكس نتاعها هو كما يلي، بربي سامحوني نعمل بوز نتاع 5 مينوت ونرجع لكم، تو بريسك 6 نتاع العشية. ذكرت انه غدوه نقري، ذكرت انه غدوه نقري نهار كامل، ما نجمش نكمل الفيديو معناها زايد، اني يعني تعبت لازم نكملو توا. باهي الور لا كوموند فايند، لا كوموند فايند ال بيرمي دو روتروفي ان ريبرتوار ولا بليزيور ريبرتوار ولا بليزيور فيشي حسب دي كريتير. فايند باللونجلي يعني شيرشي، تعطي البلاصة اللي باش تلوج فيها وتعطي لي كريتير دو ريشيرش نتاعك. لي كريتير شنو نجم يكونو؟ تنجم تلوج حسب الاسم، حسب البرميسيون نتاع الفيشي، لي دروا داكسي اللي هما هاذم،
نعم كلير ساعة، كي نعمل اليس موانزيل حسب هذا معناها لي دروا داكسي هذوما، ها هذا يولي ان عمر في الباز اوكتال، كتب حاجة موجودة تولي ا وحاجة مش موجودة تولي زيرو. معناها هذه كيفاش تكتب؟ هذه البيرميسيون هذه كيفاش تكتب؟ سامحوني تبدا من كيفاش تكتب ا ا ا من بعد كلي ان زيرو ا و ان زيرو ا ان 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 معناها 7، ان زيرو ان 5، ان زيرو ان زيرو ان 5 معناها 755. هذيك كي نقولوا البيرميسيون لوج على لي فيشي ولا ريبرتوار اللي عنده بيرميسيون 755، معناها اللي عندهم بيرميسيون كيما هكا. حسب نومبر دو ليان، حسب مولاها شكون، تنجم تلوج على فيشي حسب مولاها شكون، حسب الجروب اللي ينتمي له، حسب تيب دو فيشي. كان دي تقصد معناها تلوج على ريبرتوار، كان اف تلوج على فيشي نورمال، وكان سي تلوج على دي فيشي دو تيب كاركتير. حسب التاي، حسب اكسس تايم، حسب موديفيكيشن تايم، حسب كرييشن تايم، حسب الطون داكسي ولا دو موديفيكاسيون والا دو كرياسيون. تنجم تعمل زاد نيغاسيون بور دير كي نابارتيان با مثلا على لوتيليزاتور الفلاني اكسيتي اكسيتيرا. وهنا يعطيكم دي زيكزومبل، الو نقرا لي زيكزومبل ونحاول نفسرهم لكم. الو لوج في الريبرتوار سلاش يو اس ار، معناها يو اس ار اللي هو تحت الرصيد، تولي في شيء الا النيم نتاعهم عنده الشكل هذا ايتوال بوان سي، معناها يكملوا بوان سي، والريزلتات اللي تلقاها بربي افيشيها لي. هذه تتسمى اكسيون داكوردو. به اكزامبل اخر، لوج لي ابارتير من الرصيد تو لي فيشي موديفي في 3 ايام الاخرانيين، وافيشي لي ريزولتا. لوج لي ابارتي من الرصين تو لي فيشي نورمو، معناها ما نحبش ريبرتوار الا مولاهم محمد ولا البيرميسيون تاعهم 755، وافيشي لي ريزولتا. هنا كي افيشي ريزولتا معناها اكتب لي اسم الفيشي. هذه لهنا توا فما الديسيزيون فينال، فما يا اما موان برينت وبين قوسين الفايند جديده في اللي فيرسون جديد، زي تقبلها موان برينت زايدة هذه دي ما طافيش لك ريزولتا. شوفوا هذه مقواها، هذه لوج لي في البلاصه اللي فيها، هذه كانت تذكروش في الفيديو السابقين قلنا البوان تقصد البلاصه اللي فيها. لوج لي في البلاصه اللي فيها تولي في شيء الا النوم تاعهم يكمل ببوان سي اي و اكزيكوتي لي الكوموند دي عليهم. شو معناها كات؟ معناها افيشي لي الكونتوني نتاعهم. داكوردو هناك لوج لي هذه ناقصة وين مكان التلويجة ناقصة الكوموند. الور نقول مثلا لوج في البلاصة اللي فيها تولي في شيء إلا النوم تاعهم كور اي التايم تاعهم أكبر من 2000 بلوك، والبلوك التايم تاعه الور التايم تاع بلوك 4 كيلو. معناها لازمك تحسبها انت بالكالكولاتريس، تعمل 4 فوا 2000 هذايا هذا النومبر 2 كيلو، باش تحب تعرف بالميجا تقسم على 1024 تلوج على الطاي اللي اقل شيء الطاي نتاعهم 7.8 ميجا معناها باه اي. وكي تلقاهم بربي سوبريميهم لي اكزيكيتو عليهم لا كوموند سوبريم. هذه قوه نتاع الموا اكزيك باه. هذه هات نجربوا نقلوها كوبي تكست ونجربوها في الماشين. به المشكلة هنا كي ما عنديش عندي فيشي بوان سي، لذا هات نصنعو دو فيشي بوان سي. الور نانو فايل ان بوان سي ونحطو ونكتبو فوسطو بونجور كويزي، ونانو فايل 2.سي ونكتبو في وسطو ايزات مهدية. الو ونقوم نعمل كل ليلة هنا بون خاطر نقلت من بي دي اف ما جابهم ليش مريقلي. لوج في البلاصة اللي فيها تولي في شيء كان كتبت عاودت كتبتها بيدي خير مو نيم اتوال بوان سي
حرارة و اكزيكوتي نحبك تفشيلي الكونتينيو متاعهم، والكونتينيو متاعهم به نجربوها هكا الساعة. توجي في البلاصة فيها مو نايم، وكان في شي مو يكساك. الور يا جماعة باش نعاود نكتبها خاطر ممكن دي كاركتير يشوفهم مش مريقلين. الور فايند في البلاصة اللي ني فيها مو نايم ايتوال بوان ايتوال بوان سي مو اكزاك كات. ما في بالي يا جماعة لحظة ساعة فوالا ناقصة هذه ناقصة سلاش الأخرانية نعطي سلاش الأخرانية فوالا ريتو واش عمل هنا مانيش عارف بوان فيرجول هذه لازمة ولا لازمة هذيك بور دير راني ترميني جي ترميني لا كوموند. ما تستعملها كان كيبدا فما اكزاك هذه الفورم الطرف هذه ما كان كيبدا فما اكزاك باه معناها لو كان هكا ما تسحقش. ريتو نعطاك لي فيشي بوان سي برك يعني كي قلت له لوجي في البلاصه اللي فيها تولي فيشي اللي يكملوا بوان سي واكزيكوت عليهم الكوموند هذوما كات. تعمل كات يا جماعه طيب فيشي كونتينيو تاع الفيشي معناها فيشي ريتو الاونتر كروشيه هذوما يقصدوا بيهم لي فيشي اللي لقيتهم انت في البارتي هذه اللي قبل ليكزاك. وتنجم تعمل ارام يا جماعه بالطريقه ذوما بالطريقه هذه تفسخ لك لي فيشي بوان سي. تو هنا كي كان تقول له الاس ما عادش في شي الفايل ان بوان سي والفايل دو بوان سي انكم ما عادش شريتو تراو فيهم ما عادش موجودين. هذه الفايت سي اظن اللي فيلتر الكل يا جماعه شفنا ما شاء الله خيرات نتاع فلتر سامبل لي فلتر سامبل ولي فلتر كومبلكس. شفنا ثلاثة حاجات شفنا الجراب والاكسبريسيون ريغولير نتاعها شفنا السائد ولي سو كوموند نتاعها وشفنا الفايند ولي كريتير دو ريشيرش نتاعها. السلام عليكم وليتكم زينة.